يا اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ ايش مسوين؟ على فكره المفروض اني انا الحين قاعده امنتج الفيديو هذا اللي الحين بتشوفونه، بس اكتشفت انه المقدمه محذوفه واشياء اللي كنت بوريكم اياها في الفيديو محذوفه. فالفيديو بادي كذا فريندم كلب، فقلت لا لازم خليني اصور لكم المقدمه على الاقل تعرفون يعني ايش فيه. هذا الفيديو انا غيرت حاجه بسيطه في المطبخ. ايش هذه؟ المهم غيرت حاجة بسيطة في المطبخ وغيرت نفسيتي كومبليتلي. هذا الشيء اللي راح تشوفونه في الفيديو، وكنت بوريتكم بعد أشياء شريتها من أمازون. المات اللي ينحط تحت المغسلة اللي يسحب كذا ألام الظهر أو الوقفة، يخلي وقفتك مريحة يعني كذا عند المغسلة. راح تشوفونه في نهاية الفيديو إني أنا حطيته، راح تلاقون روابطها تحت. بس أنا كنت أشرح لكم هذه الأشياء كذا بضمير، حسيت وقتها في الفيديو بس للأسف انحذف. شريت تجليدة لانه هو راح نستخدمه في تغيير المطبخ. كمان الشيء اللي كنت اوريكم اياه هو الاسفنجه البيضاء اللي ما ادري ايش اسمها صراحه، بس اللي مره تمسح مره كويس الجدار، ممكن بعضكم يعرفونها، راح احط لكم صورتها هنا. في الفيديو وريتكم الاسفنجه العجيبه اللي اسمها دادي سكراب، كنت من زمان ودي اجربها، وصراحه اغلى اسفنجه في حياتي اشتريها، بس اتس وورث ات صراحه، يعني مره حلوه. فيا هذا اللي صار يعني هذا في الفيديو. صراحه كنت بيني وبينكم كنت متردده انزل الفيديو، بعدين قلت لا خلاص ما بيننا يعني. راح ابدا معاكم الفيديو كذا راندوم كليب وانا قاعده اوريكم الاسفنجه. ف يا زي ما قلت لكم هذه هي الاسفنجات العاديه، بالفتره اغيرها بس كذا احس انها مو مريحه، بس احلى شيء فيها ان هي مثلا تسوي رغوه صابون، هذا الشيء اللي يخليني بعض الاحيان اشتريها بس ما احس اني مرتاحه معاها. كان عندي الفرشه في هذا ما استخدمها كثير، ما تريح، وكمان حاولت استخدم هذا كمان نفس الشيء ما ريحني. وهذا السيليكون اللي كنت طايحه عليه فتره، وهو حلو ما يجمع بكتيريا، مديني بس بعد ما اخلص غسيل احطه في مويه حاره او اغسلها بمويه حاره وعلى طول البكتيريا يعني تروح، بس ما تطلع رغوه. وهذه الحاجه اللي شريتها من فتره، وريتكم ما ادري وريتكم وين صراحه ما اذكر، بس كذا تضغطينها وفي علبه تحت، انا استخدمها الان بس في العلبه تحت تضغطينها ويطلع الصابون، بس هذه مره تستهلك صابون، يعني تقريبا علبه صابون راح تخلصينها في اسبوع. والشيء اللي طلبته اللي هو هذا سكراب دادي، وفي سكراب مامي اتوقع نفس الشركه وكذا، يمكن قد شفتوها في تيك توك ولا في حاجه، بس نوع من البلاستيك بس تحسون البلاستيك حقتها معالج. والحلو فيها انك انت تقدرين تستخدمينها كسكراب وتقدرين تخلينها ناعمه على حسب المويه اللي تستخدمينها، اذا حطيتيها مويه بارده تكون مره قويه، واذا حطيتيها مويه حاره تكون يعني شو اسمه يعني سهله يعني تسوين زي كذا فيها. فالحين راح اجربها معاكم. هذه علبتها اذا انتم حابين تشترونها او تجربونها، فهذا اسمها. راح احط لكم كل الاشياء اللي وريتكم اياها، الاشياء اللي طلبتها من امازون مؤخرا يعني هذا الفيديو، راح احط لكم اياها تحت في صندوق الوصف. فخلينا نجرب الاسفنجه لان عندنا مواعين لا تنتهي. معليش دونت جادج مي، اجرب معاهم الحلوه هذه. الوقت اللي نقشر فيه المطبخ جسماتري، ان شاء الله يا رب انه ما ياخذ وقت، ان شاء الله اني اقدر اخلص اليوم، لانه في بعض الاماكن احس انها مره لازقه. بسم الله جنبي وجعني ما ادري ليه. المهم ما علينا، في بعض الاماكن احس انها مره لازقه. يعني قبل لا ابدا اقشر التجليده خليني اكمل الجهه هذه.
خلصت الجدار مع انها كانت جزء صغير، بس ما ادري ليش خذ مني وقت مره طويل. شوفوا انا قاعده احاول المربعات اخليهم جنب بعض، لازم يكون المربع في التجليده الاولى يعني يكمل في التجليده الثانيه في المربع الثاني، انه ما يبين وين الخط، كلهم يكونوا نفس المستوى وما يكون واحد نازل واحد طالع، عرفتوا؟ خلص تقريبا لي مدري 40 دقيقة بس على هذا، ولسه ما خلص باقي الجهة هذه. مرة أخذ وقت ما توقعت، أظافري وجعت لي يعني، أنا قاعدة أقشعهم زي كذا ويدخل على أظافري باقي هذا. يما شكلي راح أريح شوية وأرجع مرة ثانية أسوي. آخر مرة صورت هذا الفيديو كان قبل 4 أيام تقريبا أو ممكن أكثر ما أدري. صار عندنا مشكلة إنه ما عجبني التجليدة اللي سويتها، وشكلها عجبني وحسيت إن الكواليتي كان مرة حلو، بس للأسف طلع إنه في مشاكل. أول شيء التجليدة خلصت فكنت لازم حطلب، سبحان الله كنت بطلب بعدين شوي كذا طلعت مشاكل في نفس التجليدة، أماكن كذا تأثرت بالحرارة، في أماكن تأثرت بالموية وكذا طلع كذا بابلز تحت نفس التجليدة. حسيت لا، حسيتها مو مناسبة للمطبخ وحسيت إنها على طول راح يطلع فيها مشاكل. وكان الشيء اللي مضايقني أول إنه نص التجليدة ما كملت، يعني مثلا الطاولة ما كملت كامل، صار في نص بعدين انا اروح اكمل لها من فوق، فمبين في نص الطاوله انه في خط. مهما حاولت اني انا البقهم على بعض وخليهم انهم هم يعني نفس الرسمه ما قدرت اسوي هالشيء، فكنت خلاص قلت اوكي حبلع هذا الموضوع وحمشي هذا الموضوع. بس للاسف انه طلعت مشاكل ثانيه زي ما قلت لكم، تاثر بالحراره، طلع بابلز من تحت، صار صعب يعني انه يعني المشاكل صارت مره كثيره. فاموله ايش سوت؟ طلبت واحد جديد من امازون، هذا اطول تقريبا من اللي كان موجود يعني بكثير، بس هذا الكواليتي حقه احسن. الرسمه اللي فيه ايش اسمه الماربل يا اللي فيه هذا اخف اتوقع. راح افتح الحين معاكم اشوف، انا ما شفته بس في الرسمه او في الموقع كان بين الرسمه انها هي اخف. شوفوا هذه اللي طلبتها واللي قريت عنها، انا ما طلبتها على طول، قلت ما راح اغلط نفس الغلطه اني افتح على امازون وقعد اطلب اي شيء، لا خليني اشوف الناس ايش مدحوا مثلا في اليوتيوب. شفت ناس كذا ايش مدحوا اكثر شركه، فهذه اكثر شيء كانت مدح عليه هذه الشركه. المهم راح احط لكم رابط تحت اذا حابين. المشكله اني مركبه اظافر وراح يكون صعب ان احنا نقشع ونقطع وما ادري ايش ونلزق، الله يعيني. الشيء اللي فاجأني الصراحة انه بعد ما شلت التجليدة ما في ابدا الغرا، يمكن لانه ما طولت فيه يعني تقريبا 4 أيام او 5 أيام، ممكن هذا الشيء يكون هو السبب انه ما لزق كويس.